السلام عليكم، أنا طالعة اليوم نقول لكم لحد أمتى؟ لحد أمتى ساكتين على حقوقنا اللي سارقينها منا؟ لحد أمتى قاعدين مقعمزين في بيوتنا وكل يوم كرامتنا وحقنا مهدور؟ عجبكم اللي صاير في البلاد؟ عجبتكم قوانين تضمن في حقوق المرأة طيحوهم من أول يوم تحرير؟ عجبتكم الكوتا اللي لغوها عيني عينك بدون حتى ما يراجعونا، تقول نحنا مش مهمين ليهم، دايرين أرواحهم عمي، مش فاهمين المجتمع متاعنا وإنه مجتمع ذكوري مش حيقبل ينتخب امرأة بسهولة. وين هالكوتا؟ ليش تشيلوها يا صناع القرار؟ علاش الأنانية والمكر؟ عجبتكم إن البنت من نزلتها للحوش لمروحتها من الجامعة ولا شغلها وهي تتعرض لكل أنواع التحرش طول الوقت وهي مسكينة ساكتة مش قادرة حتى تاخذ حقها ولا تحكي لحد؟ أنت يا أم وأنت يا أب ويا أخ، عمركم سألتوا بنتكم هل تتعرض للتحرشات؟ لحد أمتى يا ليبيا ساكتة؟ راك إنسان وراه عندك حقوق ولازم تنزلي معانا يوم 7 فبراير. أيوة لازم كلكم تنزلوا يا ليبيات ويا ليبيين يلي يهمهم دولتنا إنها تكون مدنية. اللي يهمها مستقبل بناتها لازم ينزل معانا. خلاص وقت السكوت انتهى، ولو حنسكتوا مازال حنلقوا كل حقوقنا مهدورة. أيوة نحن نزلين يوم الغضب، يوم غضبنا مش حنسكتوا، واللي حيسكت حتجي فوق راسه. كفاية سلبية، كنا في سلبية 42 عام، شنو حصلنا؟ ما حصلنا شيء. قامت الثورة الجديدة والمرأة زي ما هي محلك سر. لاش خيرنا ما نستهلوش حقوق وحريات زينا زي الراجل. عارفين ليش أنا متلتمة؟ ايه ما نبيش حد يعرفني. علاش؟ لان نعيش في مجتمع ما يقولش لا للتحرش، ولما البنت تتعرض للتحرش في الشارع ولا اي مكان ما فيش حد يوقف للشخص اللي يتحرش بالبنت ويقول له عيب عليك يا ولدي، ولا عيب هادي انسان ما يصحش انك تدير فيها كيتو كات. لكن تعرفوا شنو؟ بعد 7 فبراير انا ما عادش حنقابلكم ثلاثه، لاني بالفعل حنحس ان في تغيرات حتصير. بعد مظاهرتنا النسائية الأولى هذه حتكون بعدها مظاهرة ومظاهرة واعتصامات لحد ما نقدر ننتزعوا حقوقنا وحريتنا انتزاع. أنا نازلة يوم 7/2، نتمنى كلكم تساعدوني وتشاركوني وتنزلوا معايا. نبي نشوف أعداد كبيرة، نبي نشوف نساء فعلا مقهورة زيهم. تعرضنا للقهر، تعرضنا للعنف، تعرضنا للتحرشات، كلنا زي بعضنا فيش فرد بيننا. ومظاهرتنا هذه حنادوا بكافة الحقوق المسلوبة منا، حننتزعوها نزعا زي ما قلت، وحنطالبوا بتعديل كافة القوانين. نستناكم يوم 7/2، إن شاء الله تكونوا معنا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.